عيدك مبروك، كل عام وتونس حرة مستقلة. ديما يرجع النقاش، احنا مستقلين ولا ما نش مستقلين؟ بطبيعة الحال احنا مستقلين. ألاف الشهداء بزعوا الدم متاعها من أجل أن تونس تتحرر. عام 56 تحررنا، خرج الفرنساوي، تونسنا الإدارة، استرجعنا الأراضي متاعنا، حررنا بن زرد وبنينا نبنوا في الدولة متاعنا. لكن الاستقلال هو حرية الإرادة الشعبية بالديمقراطية، هو أنه ناكلوا من المنتوج متاعنا، هو أنه تكون علاقتنا بالدول الأخرى علاقة منها متوازنة. هالمسار هذايا وقعت فيه بارشة تعرجات. أول شيء هو تعثرنا في امتحان الديمقراطية، قضينا من على التعددية في الستينات، ثم بعد ذلك في السبعينات حتى 2011. أيضا من التبعية بالنسبة منها للبلاد اللي كانت مستعمرتنا تواصلت. في البداية في الستينات حاولنا باش نتحرروا شوية، نوجهوا الاقتصاد متاعنا بنية أساسية داخلية، ولكن من السبعينات انفتحنا. الانفتاح ماهوش خايب، لكن بقينا مربوطين بالخارج، قطاعات منها الشام مثل السياحة، مثل الصناعات اللي موجهة من الخارج إلى آخره. وازداد هذايا، تفاقم في 86 ثم تفاقم عام 95 بالاتفاق مع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات التونسية في الجانب الاقتصادي ولت واخذة وجهة بركة وغير متوازنة، بحيث ولانا معناها التابعين إلى حد كبير. الثورة كانت هي وعد بالاستقلال الوطني بموضوع السيادة الشعبية، بالتالي الديمقراطية، أيضا أن يكون نتج وناكله من المنتوج متاعنا، أيضا ننوع العلاقات متاعنا، وأيضا وخاصة أنه التونسي ما عادش مولع بتقليد غيره. الاستقلال هو أيضا حرية ثقافية، وهو أيضا الجانب النفسي. قدمنا في الجانب متاع تحرير الإرادة الشعبية بالديمقراطية. اقتصادنا للأسف الشديد مازال مرتهن لمبادلات منها خارجية غير متوازنة بتاتا، ثم أيضا قاعدين نعيشوا بالكريدي، ومش ممكن واحد يشعر بالاستقلال وقت اللي يبدأ نهار كلك هو عايش منها بالكريدي، والمبادلات لم تتغير الوجه متاعها، ما عدلناش منها الاتجاه متاع العلاقات متاعنا. وأيضا بالنسبة للجانب الثقافي، مازال التونسي ما تشعرش اللي هو مفتخر باللغة متاعه، مفتخر بالتراث متاعه، مفتخر بالتونسة متاعه. بالتالي نحن مستقلين، لكن المسار متاعنا ما لازم يتواصل. الاستقلال هي وصفة يجب أن نستكملها، نستكمل الديمقراطية، ولكن خاصة ناكلوا من الإنتاج متاعنا، نوع العلاقات متاعنا، ثم في أذهاننا وفي نفسياتنا نكونوا توانسة منفتحين على العالم، ولكن ما نتابعين لحتى حد. هذا مسار يجب أن يستكمل. كل عام وتونس حرة مستقلة، كل عام وتونس أكثر استقلال.